بحضور ممثلي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله، وفخامة الرئيس يوهان شنايدر أمان رئيس الاتحاد السويسري الصديق، تم بقصر بيان ظهر اليوم التوقيع على اتفاقية بين دولة الكويت والاتحاد السويسري الصديق كما يلي: مذكرة تفاهم بشأن إقامة المشاورات السياسية والسياسة الأمنية بين وزارة خارجية دولة الكويت والإدارة الفيدرالية الشؤون الخارجية للاتحاد السويسري. وقد وقع الاتفاقية عن جانب حكومة دولة الكويت نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجار الله، وعن حكومة الاتحاد السويسري مساعد وزير الخارجية ويل فغانغ أميديوس برولهارت.